بسم الله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا من خير أحبائك ووفقنا إلى ما تحب وترضى، أنعمت فزد. ربنا إن خزائنك لا تفرق، بل في ازدياد بأمرك، أمر كن فيكون، لا عاص لك إلا جاهل، ولا هالك إلا محار لدينك. اللهم انصرنا على أعداء الإسلام نصرا عزيزا مؤزرا، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوى. إذا صح أن تنظيم الدولة هو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجد لكم خيرا من حادثة يوم الخندق. نادى كافر من قريش، نادى ماذا قال؟ وهو عمرو بن عبدود: ولقد بحت ميدانا ولا يحجد من الندى ندائي بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبنا الشجاع بموقف القرن المناجز، إني كذلك لم أزل متسرعا نحو الهزائز. إن الشجاعة والسماحة أو إن السماعة والشجاعة في الفتاة خير الغرائز، يعني تفوح منه رائحة الغرور. هذا اللي قال اليوم. إذا كان صح تنظيم الدولة صح في ديني، فكل من سيحارب من العجم وعرب هم على هذه الصفة، صفة هذا عمر المتفاخر بجاهليته. ورد عليه سيدنا علي كرم الله وجهه: بماذا؟ إذن هو لولاني متيقن أنه لا يمكن أن يقابل أحد. وقد قال هذا الكافر قال ماذا إذا كان أنتم عندكم جنة مش من يقتل منكم يذهب إليها، ساخرة من هذه الحقيقة. كذلك الغرب والشرق لا يؤمن بالآخرة، لا عرب ولا عجم لا يؤمن بالآخرة، باللسان الله أكبر، باللسان اللهم صل على النبي، باللسان. أما في الحقيقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين يكون ربهم الوهن، ما عاش عندهم دين صحيح، لأنه كراهية الموت والإقبال على الحياة هي عقيدتهم. الكريدو عند الشرق والغرب هو اللا بعث أبدا. إذن كما يقولون: أرحام تدفع وأرض تبلع. ليس هكذا الحقيقة، هي ما قاله الله دائما، ودائما ربي يكفر من لا يؤمن بالله ولا يوحده ولا يؤمن بالبعث من جملة، والأنبياء عليهم السلام والغيب والمشر. قام سيدنا علي قتلي ساخرة من المؤمنين وتبشع بأنه بطل الموقع. قالوا سيدنا علي كرم الله وجهه: هذا إذا كان داعش مناهية على طريق خطى الإسلام، ماذا يقول؟ يا عمرو ويحك، أي لا تعجلن، أي ويحكم يا شرق الغرب، أنتم تأمرتوا بالليل والنهار، بلكم مستقروا على داعش. إذا كان صح إيمانه محا، لأنه القلة دائما هي الغالبة، كل من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا تشوفوا فيه اليوم ربما في داعش من لهم ماض غير جميل، من كانوا قتل
أو كانوا نهابين أو كانوا من نوالي مدمنين وهالمجر، هذا في الإسلام لا يقيم له وزنا كبيرا إذا رجع الإنسان إلى ربه وتاب، ويتوب الله على من تاب. إذا سيدنا علي كرم الوجه هو فتح وهو باب مدينة العلم، مدينة العلم ورسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يكن متميزا بشجاعته فقط أو بحكمته، وقرأ آثار تعرف في نهج البلاغة مثلا، قرأ آثار وتفاسير نهج البلاغة تفهم اللي سيدنا علي كرم الوجه عنده صلة بنا الآن، لأن نستقيم نفس المعين وهو القرآن الكريم والنبي العزيز عند الله وعند المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يا عمر ويحك، أي لا تعجلن، مش بالكلام اشتغل. كذلك اليوم يا غرب ويا شرق ما قومش بمؤامرات ولا بتهديدات، مشتغل لا والكيد. يا عمر ويحك قد أتاك، أي برز لك، من تحداك وهو أمامك. يا عمر ويحك قد أتاك مجيب صوتك. أنتم صوتكم صوت حقوق الإنسان وغابت عنكم حقوق المولى، هو خلق الإنسان ورحم الإنسان والرقيب على الإنسان والحسيب للإنسان، هذا كل غيبتوه لأنكم ما تزوج بالكفر، بل تقولوا احنا لايكين. وقلنا فيما مضى اللايكية هي عند الإسلام، لا كراهة في الدين، لست عليم مسيطر، أفأنت تكره وأنا مجهر. احنا ما يهمناش دينك يا إنسان، احنا ندعوك إلى الله حقيقي، قبلت فلك إلى الله وجنته، وإن رفضت فتحمل مسؤوليتك. يا عم ويحك قد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، على لسنا بالعجزة. مستعين المؤمن الصادق لا يؤمن بالعجز حين تنتهك حرمات المولى. قلنا لا يخيفنا أحد، حنا حتى إبليس اللي هو يجي مجرى الدم فينا لا يخيفنا، لأن حين بايعنا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بتوفيق من الله، ونحن نقدر تلك البيعة حق قدرها. إذا حتى حد بتهديده ما يثنينا عن عزمنا، هو عزم الأحرار الأبرار اللي ما كونش حربهم باسم فلان وفلان ولا الإيديولوجيا الفلانية، بل باسم الله. لأن حين يعتدى علينا، القرآن يسجل ذلك، حين يعتدى علينا منا بالتكرار، رب يعلم أن عدم ردنا يعني بالقوة الشرعية يزيد الشجر العدو، وهذا اللي قاعد يقف إخوانا في مصر. مدابو قالوا سلمية، مدابو ما رجعوش للفريضة السادسة، فتكون المحنة أكثر وأكثر للكل اللي تآمر على من تبديل سرج بالنسبة للمصريين عام 2011 وعلى غيره. الكل انتوى العياذ بالله في فتن، تقوم قائمته بالليل والنهار دائما، والفتنة أشد من القتل. إذا كان رجعت اليقينيات بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، فلا قيمة لمصر، معروف. وأنا لديث كم المرة خاصة فيما يخص داعش، قلت لهم يرث إذا كان داعش على حق معاه باستخدموها، وقلنا على باطل قد يأتي من يفهمه أن الانحراف اليوم فيه هو سيقضي عليه. حناه خطاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجيش الإسلام، بحيث من عملوش العدو علينا بالمعاصي. احنا قلنا هذو الناس ربما كانوا عصاة، ندعو لهم بالهداية وبالليل والنهار، ونبين لهم اللي الله لا يرضى الا بالنظافة والبراءة والصدق معه. وقلت كذلك، قلت يا غرب ويا شرق انتم عندكم حتى حل الا ان تتصالحوا مع الله،
أو تبدأوا تحاولوا تفهموا داعش ماذا هي الطالبة، تدخلوا في نيجوسيشن وتشوفوا كل عبد منكم على ما سيتنازل وماذا سيكسب بعد التنازل لك. قلنا ما ماش غير الطريقة دي، تفاوض لابد منه، وانتم الآن العصر لدي قابلين التفاوض بين الأحزاب، قابلين التفاوض بين الدول، بين المحاور، قابلينه إلا مع الإسلام وقابلينه. إذن أنتم عندكم ناس سياسيين لا يفقهون شيئا ويزيدوا في بلواكم تعقيدا، وزيد عندكم دبلوماسية لا يفقهون من الدبلوماسية شيء، لأن الدبلوماسية هي حرب لكن في مستوى ألطف، فيها مكر، فيها خداع، فيها لطف في الكلمات، فيها انتقال كلمات اللي تفيد في تقدم الحوار، ولا أي حاجة تقرب الشقين لبعضهم البعض ما بيها بس. لكن انتم لحد الآن عندكم قوات منا مغرورين، وعندكم جيوش تقهر الشعوب المستعصية، صار شبيه روسيا، ما ضربتش أوروبا، ما كانش عارفة اللي دوبلاش تتحرك روسيا، أشبيه اختارت باش تضرب السوريين، زادت على فتنتهم. أنا نعرف السوريين فيهم الطيب وهو قليل، وفيهم المجرمين الكبار، وده كما تقول ولا عليكم الكلب اللي يرأسهم يرأس سوريا رخم، ضربات المتتالية باقي مش بحب يسلم في الريادة والرياسة، بل يا ربي ابتلى سوريا بشيء من طبيعتها سوريا، لأنه ربي ما يتدمر ويكثر الأموات ويكثر الهجرة إلا بغضبه، لأن قلنا ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم. وأنا حضرت التوانسة، حضرت اللي في اليمن، حضرت اللي في مصر، قلت لهم والله يدقوا منكم قائمة إلا أن تتصالحوا مع الله. هذا لم يتم حد الآن، دليل أن الوعي قليل، وأنا الجد كذلك شبه غائب، لهاش كيت حكومات ولا رؤساء اللي ما هوش متفاهمين مع الشباب. الشباب متفقين في عنف وفي حب الكمال، يحب كل شيء في اتقان، perfectionism، نعرف هذا مرض. لكن الشباب منه فيه زيت يقري، لابد يكون فيه ناس ربانيين حقا، وبعد يتصدروا العملية استجرب بلدانهم، ويولي مد كبير للإسلام، وناس تدخل في دين الله أفواجا سواء كان من الشرق ولا من الغرب، وأنصار الإسلام هم المنصورون بإذن الله سبحانه وتعالى. عاد نرجع لأبيات لحكيمنا علي كرم الله وجهه، يا عمرو ويحك قد أتاك مجيب صوتك غير عاجز أو عاجز ذو نية وبصيرة، والصدق منجى كل فائز. إني لأرجو، يرد علي كما يجب كل رد، إني لأرجو أن أقيم عليك نائعة الجنائز. شوف قداش فما جرأة بتصريحنا في الفؤاد، يعني لا نخشى أحدا. حطوا في بالكم الذين يقالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمان، على قول حسبنا الله ونعم الوكيل، مستحيل باش تزلزل صفوفنا، وربنا يحب لنا الصف الحقيقي، الصف المرتب، الصف في عدل بين الجنود، مش هذا الفوق وهذا اللوطة وهذا السيد والعبد. ما عندناش في الإسلام، ما عندناش الجيش لحمة واحدة كالبنيان المرصوص، والملائكة كذلك ستصطفوا صفا
أمام الله ليوم الحساب ويوم الجمع ويوم العتاب الذي لا ينفع أحدا من إنس وجان. إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز. يعني عجلوا، يعني مش يهدوا نفسني في حرب نفسية. والآن داعش إن كانت صادقة فهي في حرب نفسية تتقنها أيما إتقان. والدليل ذلك شوف ماذا يقع في العراق خاصة لا في سوريا. شوفوا كم من هيئ أعداؤهم من مدد غربي ومن مدد عراقي، وتأمرهم دام مدة وبعد انبروا لحرب داعش. فإذا به يلقوا ما لم يكن في الحسبان، وتتهاوى هامتهم وتكبر خسارتهم ويزداد رعبهم. ولقاد كان وقع في العراق في مضراء ما لا هذا تم لا شيء قدام ليس يقع. وارجو لفيديو كانت ربي نبع لي عن تعنوينها ودي قديمة. قلت لكم اللايكيين شاهدوا أو شاهدوا أن الجهاد الإسلامي قام كمارد من قمقمه، وكملت الجملة بفضل الله تعالى ولا أقسم الغماد الآن، لكن ربي أرادها باش تنطق. ففي الفترة هذيك قلت من قمقمه الرماد. إذا لازم نكون تعلموا لأهل القرآن يهديهم ربهم إلى الحقيقة ويريهم ما لا يمكن أن ترونه بكل جمعكم، سواء كان السيئة أو سواء كان الأمسيس، مستحيل باش توصلوا إلى ما وصلنا إليه من وضع الرؤية. ورب سبحانه وتعالى من إكرامه إيانا هو عيننا التي نبصر بها، وأذننا التي نسمع بها، ويدنا التي نبطش بها، واضرب فوق عناق واضرب منهم كل بلان، وأقدامنا التي نتحرك بها إلى الأمام لإرضاء الرحمن سبحانه وتعالى. عاد نكمل البيت الرابع بعد ما قالوا إني لا أرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة نجلة أو فوها، يعني لا ترحم ولا تخطئ. وهذا اللي مش يقع. احنا قلنا بحول الله سوريا ولبنان كلهم مش يخطوا بالجرة لتقويت من ظهر الإسلام وشوكة الإسلام. إني لا أرجو أن أقيم عليك نائعة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى سيتوى عند الهزائز. هذا الأخر وقع عند الهزائز منها. لا يا سيدي، حط في بالكم أني لا نصر إلا لمن نصر الله. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولحارب الله ولم يتب، ونحن دائما نحرص على إيقاظ الهمم حتى الناس ترجع إلى ربها بالتذلل وبإسلام حقيقي، استسلام لا ريب فيه، لعل بعض الغافلين يرجعون إلى رب العالمين. نسأل الله السلامة لمن أراد لنفسه السلامة، والسلام على من اتبع الهدى.